مساء الخير جميعا، السلام عليكم. إن شاء الله تكون أيامكم ولياليكم بخير وصحة وسلامة. ومثل ما أبدأ دائما موضوعي، إن شاء الله تكونون كلكم مسؤولين وكلكم ملتزمين بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة وملتزمين بالبيت. هو هذا مقصد. أتمنى أنكم تستمتعون في حوار اليوم. الحقيقة الموضوع اليوم جدا مهم وكثير نغفل عنه. الموضوع اللي بتكلم عنه اليوم هو موضوع المشاعر، أهمية المشاعر وأهمية تعليم الأطفال للمشاعر. أحب أبدأ أول شيء بتعريف بسيط عن ما هي المشاعر. يا ترى ما هي المشاعر؟ وقبل ما أبدأ بالتعريف، أحد يقول لي قطع. إن شاء الله يكون واضح. عندي الإنترنت الحقيقة جيد، ما في شيء. تمام. أحب أول شيء أذكركم إنه الأسئلة والمشاركة جدا مرحب فيها. الموضوع وهذا الموضوع وغيره من المواضيع هي مني لكم ومنكم لي، فالمشاركة جدا مهمة. إذا في سؤال تحبون تطرحونه الله يحييكم اطرحوه، إذا ما أنتم قاعدين تمسكون أنفسكم أثناء الحديث وأنا برجع أشوفه. لكن لو قدرتوا تسجلون، يعني أنا ممكن أحط الأسئلة أو تطرحون الأسئلة في الأخير. بنخصص إن شاء الله فقرة خاصة، وجمعية إشراق ما تقصر باستمرار، يعني يقومون بإعطاء الوقت الكافي والفرصة الكافية للمتابعين والمستمعين إنهم يشاركون معنا ويطرحون آرائهم وأسئلتهم حول هذا الموضوع. إذا موضوع اليوم للأشخاص اللي الآن دخلوا فيه هو عن المشاعر وأهمية تعليم المشاعر للطفل. هل يوجد تعريف واضح أو تعريف محدد؟ طبعاً اختلفت المدارس في تعليم المشاعر. إحنا اليوم في شوية يعني تشابك، موضوعنا داخل في علم النفس وداخل في الطفولة المبكرة وداخل في التربية والتعليم أو تعليم الأطفال بشكل عام، سواء كانوا ذو النمو الاعتيادي أو ذوي الاحتياجات الخاصة. وبشرح شوية كمان عن ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا المشاعر هي عبارة عن طاقة. المشاعر طاقة تصدر من الإنسان، وهذه الطاقة الإنسان يحسها ويعيشها، وأهميتها أنها تساعده على التكيف مع نفسه أولا، التكيف مع ذاته، والتكيف مع البيئة التي يعيش فيها بحسب نوع هذه المشاعر. إذا لا يوجد شيء اسمه مشاعر خاطئة ومشاعر صحيحة. مين اللي يحدد هل هذه المشاعر خاطئة أو هل المشاعر هذه صحيحة؟ هناك عدة عوامل، يعني المجتمع، الظروف الاجتماعية، المواقف اللي يعيشها الشخص، الظرف اللي يحدد الحالي هو. هل الأمور هذه كلها هي اللي تحدد لك هل المشاعر مناسبة أو غير مناسبة؟ يعني إحنا نحاول بقدر الإمكان نتجنب في حديثنا اليوم، وبالتالي أيضا في تفاعلنا وتنشئتنا لأبنائنا، إن إحنا نقول هالمشاعر خاطئة وهذه المشاعر صحيحة، والأفضل إحنا نقول إن هالمشاعر مناسبة لمواقف اجتماعية معينة أو غير مناسبة. صحيح، المشاعر هي إحساس وشعور داخلي يصدر عن سلوك خارجي ملاحظ من الآخرين بالفعل. إذا المجتمع أو البيئة المحيطة فيك هي اللي تحدد لك هل أقراها مرة ثانية، إنه هذا السلوك الخارجي ملاحظ من الآخرين والآخرين يحكمون على هذا السلوك. طبعا في أشخاص مشاعرهم تكون واضحة، وفي أشخاص عندهم القدرة إنهم لا يظهرونها. كل ما كبر الإنسان بالعمر كل ما تمكن من عدم إظهار مشاعره والتحكم فيها. إذا ما هي أهمية تعليم المشاعر؟ المشاعر عبارة عن مهارة.
مثلها مثل المهارات الحركية مثلا، المهارات اللغوية. يعني الطفل يكبر ويبدأ هو مرحلة المناغة، وبعدين يبدأ يسمع ويقلد الكلمات، أو يقول كلمة ويشكل جملة، أو يقلد حركات معينة وإلى آخر. لكن إحنا ننتبه أحيانا لمراحل النمو هذه اللي الطبيعية يمر فيها الطفل، وننتبه لكل المجالات الخاصة بالطفل، ونركز أكثر شيء على المجالات اللغوية وعلى المجالات العقلية والقدرات الإدراكية والحركية، وننسى المجال العاطفي والاجتماعي. بما أنه هذه كلها مهارات، إذا المشاعر أي مهارة مثلها مثل المهارات الأخرى. عشان كذا أنا مثل ما أركز أني أعلم الطفل المهارات اللغوية وأصحح على بعض الكلمات، أختبر حصيلته اللغوية، إيش معنى الكلمة هذه وهذه إيش، وأصحح مذكر ومؤنث، المفروض أيضا أني أعلم الطفل هذه المشاعر إيش أهميتها. خلونا نشوف ليش المشاعر مهمة. أول شيء طبعا الاعتراف فيها، معناته أنا لازم أساعد الطفل إنه يعترف بمشاعره. ما في شيء اسمه عيب أو خطأ إنك تشعر بهذا الشعور. طبعاً إحنا الحين بنتكلم على إن الطفل إما إنه عنده القدرة يعبر، أو أحد الوالدين قدر يستشف إنه هذا الطفل يشعر بشعور ما أو شعور معين. بالعكس، شجع الطفل إنه يظهر هذا الشعور، ناقشي حاوري، وإنتي أعطي أمثلة عن نفسك إنك تشعرين بهالشعور هذا المعين. لأن الاعتراف بطبيعة المشاعر، يعني acknowledging إنه أنا الآن أشعر بهالشعور، هذا الشيء بيخفف من حدة القلق عند الأطفال، وأنتي هذا اللي تبغين تصلين له. يعني الوالدين الأم أو الأب، معلش اعذروني لما أقول أنتي، مجرد اعتياد يعني، سواء أنتي أو أنت، المقصود الشخص. لازم إنه يعني يساعد الطفل إنه يعترف بمشاعره. أنت نفسك يا إنسان بالغ، لما تعرف إن شعورك في ذلك الوقت الغضب، وإنه هذا الشيء أغضبك، أو شعورك في هاللحظة هذه الفرح، السعادة أو الحزن، يقولون إن معرفة الشعور إدراكه نصف الحل لجميع المشكلات إن ما كان كلها. فأنا بالدرجة الأولى أخفف من الضغط عند الأطفال. نيجي نشوف النوع الثاني، معرفة المشاعر، عفوا نيجي نشوف الأهمية الثانية، معرفة المشاعر عند الأطفال يساعد من ارتفاع الإدراك والوعي العاطفي، يعني يحقق بما يسمى بالذكاء العاطفي. تعرفون أنه في أنواع من الذكاء، زين، في مجالات مختلفة. يعني في ذكاء خاص مثلا بالآرت، في ذكاء خاص بالمهارات الحركية، في ذكاء خاص بالإدراك بالذاكرة إلى آخر. الذكاء العاطفي emotional intelligence نوع من أنواع الذكاء وجدا مهم، ونمو هذا النوع من الذكاء يعتمد على العوامل اللي الآن حنتكلم عنها. من سأل عن عنوان المحاضرة، المحاضرة اليوم عن المشاعر وتعليم المشاعر للأطفال. فإذا معرفة المشاعر يساعد الطفل أن يرفع معدل الذكاء العاطفي، يعني يصير عنده القدرة أنه يستوعب أنواع مختلفة من المشاعر، سواء كانت مشاعر معقدة أو مشاعر سهلة. أيضا يساعده على أنه هو يكون عنده القدرة على التعبير فيها بأكثر من طريقة، ويساعد الطفل أيضا أنه يربط ما بين المشاعر والمحيط الخارجي والعوامل اللي حواليها. فأنا لما أساعد الطفل أنه يتعلم المشاعر، رفعت من مستوى معدل الذكاء العاطفي. ولما يرتفع مستوى معدل الذكاء العاطفي، أنا ساعدت على تحسن أنواع أخرى من الذكاءات والانتباه والإدراك. اليوم في قلوب كثير علشان موضوع المشاعر. إن شاء الله يا رب تكون دائما مشاعركم عالية. وأحب أذكر الفقرة هذه، ما راح أحدد أسماء أشخاص معينين، لكن لكل من يشاهدني، إن كنت تشعر بمشاعر حزن أو مشاعر ضيق أو أي نوع من المشاعر
السلبية، تشعر أنك أنت الوحيد اللي في العالم تشعر بهالشعور إلى آخره. أحب أقول إنه أحمد ربك، ليش؟ إنه عندك القدرة إنك تستوعب ما هي طبيعة مشاعرك، على الأقل فهمتها. وهذا الشيء بيوصلني للفقرة القادمة، وهي إنه هناك كم من الأطفال لا يستطيعون أن يفهموا مشاعر أنفسهم، وبالتالي يكبرون وأيضا يتأخر عندهم هذا الجانب. فكونوا يعني سعداء، وقدروا وقيموا ما تمرون فيه حتى لو كانت مشاعر حزن، لأن على الأقل عندك القدرة أنك تشعر فيها. لكن إن شاء الله يعني أتمنى ربي ما يديم الحزن هذا عليك، وتحاول أنك تبحث عن طرق أخرى للتخفيف من حدة الحزن والتوتر. ننتقل للشك للموضوع اللي بعده، من نشرح أهمية المشاعر. بعض الأهل يعتقدون أنه أوتوماتيكيا الطفل المفروض يفهم المشاعر ويستطيع أنه هو يتحكم في مشاعره. يعني إيش معنى الطفل قدر يتكلم؟ وإيش معنى الطفل قدر يحبي من نفسه وقدر يمشي من نفسه؟ أحيانا أنا ما أعلم الطفل هذا الشيء. صحيح، هذه المهارات ما تحتاج أن تعلمنا، هي تلقائية. أيضا تعلم المشاعر ما نحتاج نعلمه، هو تلقائي. لكن اللي يحصل شغلتين فيما يخص المشاعر. الشغلة الأولى، المشاعر مرتبطة كثير في البيئة، وإحنا بطبيعتنا في مجتمعنا السعودي ما إحنا مجتمع يشجع على التعبير من الطفولة عن المشاعر. يعني ما نقول للطفل أو ما نشجع إنه يقول أنا سعيد، أنا حزين، هذا قهرني، أنا شعرت بالغيرة من هذا، أنا فخور في هذا. ما يعني ما في مناسبات تسمح بهذا الشعور، وما نتيح الفرص إحنا إنه يعبر عن المشاعر، خاصة المشاعر السلبية. ليش حزين؟ بالعكس المفروض تفرح. ليش مثلا كذا؟ يعني هذه نقطة جدا مهمة. إحنا في طبيعتنا في مجتمعاتنا، وكل ما كبر وخصوصا الذكور، يعني أحط خطين عليها، خصوصا الذكور ما ساعدهم إنهم يعبرون عن مشاعرهم ويعترفون بالشعور اللي الآن يمر فيه. صح، والرجال المفروض ما يبكي، وهل التعليقات الجاهزة اللي يكبت فيها الطفل خاصة الولد هذه المشاعر. هذا أولا، يعني أنا ليش أبغى أركز على تعليم الطفل المشاعر ولو إن قلنا المشاعر حاجة يعني طبيعية، مهارة مفروض إنها تنمو مثلها مثل غيرها؟ لأن زي ما ذكرنا إن إحنا في طبيعة مجتمعاتنا، ويمكن كمان بعض الأسر ما وصلت لهم مرحلة الوعي بأهمية هذا الجانب. النقطة الثانية، وهي جانب التأخر عند الأطفال. الآن مو بعض الأطفال يتأخرون شوي في النطق، أو يمكن حصيلة المفردات اللغوية ضعيفة عندهم، أو مهارة حركية معينة أو إلى آخره. طيب أنتم مثل ما تساعدون هالأطفال إنهم يتعدون ويتجاوزون الضعف أو التأخر في أنواع المهارات الأخرى، نفس الشيء الفهم العاطفي يحتاج منكم أنكم تركزون عليه. يعني المفروض أن إحنا نركز على قدرة الطفل على فهم مشاعر نفسه ومشاعر الآخر وندرب عليها، لأن في أطفال عندهم هذا التأخر. وأيضا أنه يعني دائما نفترض أن الطفل عنده القدرة على التحكم في مشاعر، هذا الشيء غير صحيح. الطفل يحتاج تدريب أنه كيف يضبط مشاعره في أوقات ما، لكن ما أقصد أنه يكبتها، في فرق بين الضبط والكبت. فإذا معرفة المشاعر يساعد على التواصل مع الآخرين. خلوني أرجع شوي لموضوع ليش الطفل أحيانا ممكن يتأخر في تعلم المشاعر. نحتاج تعليم الطفل المشاعر، لأن زي ما ذكرت لكم بعض الأطفال ما ينمو عندهم الشيء هذا بشكل طبيعي. في أطفال يكون عندهم ضعيف، يا إما أنه قدراتهم الإدراكية ضعيفة، فبالتالي استيعاب ملامح الوجه من الطفولة والتفرقة في تعابير الوجه بأنواعها، خاصة المشاعر المعقدة. احنا عندنا نوعين من المشاعر، المشاعر البسيطة اللي هي الفرح، الانبساط، والحزن. زين، لاحظتوا حتى أنا في وجهي ممكن أبالغ، يعني لو ما كنت قدامكم، ممكن قدام أمام طفل، ممكن أبالغ أكثر. فبعض الأطفال قدراتهم الإدراكية ضعيفة، يحتاج أنك تلفت انتباه الطفل هذا
للأنواع المختلفة من المشاعر. النوع الثاني المشاعر المعقدة، يعني مثل الخوف، الغضب، الخجل، الغيرة وغيرها من المشاعر. فإحنا اتفقنا الآن عندنا نوعين، مشاعر بسيطة ومشاعر معقدة. بعض الأطفال إذا قلنا أنه قدراتهم ما تسمح لهم بفهم مشاعر الآخرين أو حتى مشاعر أنفسهم، خاصة يعني اللي عندهم تأخر يمكن يستوعبون المشاعر البسيطة، بس المشاعر المعقدة أصعب بالنسبة لهم. أنا بس حابة يكون موضوع شوية متسلسل. أيوة، بعض المسببات يعني لها علاقة ب يعني درجة الذكاء، مثلا ممكن يكون في نقص في درجة الذكاء. الأطفال اللي عندهم ضعف في الفهم العاطفي بالتالي يصير عندهم ضعف في التواصل الاجتماعي، مثل اضطراب متلازمة، عفوا اضطراب طيف التوحد مثلا، ASD أو أي نوع من أنواع التوحد، عادة يصير عندهم ضعف فيما يسمى بنظرية العقل. أو الأطفال، بلاش حتى من تشخيص معين للتوحد، اللي عندهم تأخر بشكل عام في التواصل مع الآخرين وفي الفهم العاطفي، اللي يكون عندهم ضعف في نظرية العقل، يعني انه يميز انه الآخرين يحملون توقعات مختلفة عنهم، استيعاب مختلف عنهم، مشاعر مختلفة عنهم. هالنوع من الأطفال يكون هالناحية هاي تكون عندهم ضعيفة، فبالتالي أنا أحتاج إني أركز عليها أكثر في التعليم. أيضا الأطفال اللي عندهم نقص في الانتباه، خاصة في مراحل الطفولة المبكرة، نقص الانتباه ما يساعد الطفل إنه يركز على موضوعين فيما يخص المشاعر، ما يساعد إن الطفل يركز على معرفة مشاعر الآخرين والتمييز في تمييز بين المشاعر المتشابهة أو ربطها بالمناسبات والمواقف الاجتماعية. يعني يمكن يستوعب أن هذا الشخص غضبان لكن ما يعرف ليش، يمكن يستوعب أنه أبوه زعلان أو فرحان بس ما هو عارف ليش، بسبب نقص درجة الانتباه. يمكن أيضا كمان إذا كان عنده كثرة الحركة، فبالتالي هو لا يركز على شيء فترة مناسبة تساعد أن يترجم ويحلل ويربط ما بين الشعور والموقف الاجتماعي. فإحنا الحين باختصار قلنا ما هو أو ما هي المشاعر، وقلنا أن المشاعر يعني هو شيء طبيعي مثله مثل نمو اللغة والحركة، لكن نحتاج نركز على تعليم الأطفال لهالمشاعر هذه أكثر، أو مثل ما نعلمهم اللغة الاعتماد على النفس والمهارات هذه كلها، مفروض أيضا نعلمهم المشاعر. أيضا مفروض نعلمهم مشاعر خاصة إذا كان هذا الطفل عنده مشكلة معينة، تأخر معين في الفهم، في الإدراك، النواحي الإدراكية، نقص نمو معين في أي شيء. يعني ما أبغى أحدد تشخيصات معينة، بس يعني بشكل عام من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قد يحتاجون أكثر أني أنا أركز عليهم في تعليم المشاعر. أيضا في بعض الأطفال يكون عندهم شوية ضعف في الذاكرة قصيرة المدى، يعني يكون نسى مثلا وش اللي حصل قبل شوي، فبالتالي ما يقدر يربط والله ليش أخوه متألم، يمكن لأنه كان مريض، يمكن طاح تعورت إيده، والدته غضبانة عليه لأنه مثلا شاغب أو سوى شيء خطأ، وممكن ينسى إنه يربط ما بين هذا الشيء اللي حصل قبل شوي والشعور اللي الآن. فاللي عندهم ضعف في الذاكرة أو الذاكرة قصيرة المدى لازم كمان ننتبه لهم أكثر ونعلمهم أكثر. باخذ دقيقة بس أشوف إذا في أي استفسارات الآن. موضوع أيضا فائدة التعبير عن المشاعر، التعبير عن المشاعر مهم. في هنا مشاركة إنه في هرمون بعد ما يفرغ أو يعبر الإنسان عن مشاعره، هذا الهرمون إذا ما بكيت يعني ممكن يسبب لك الحزن. هل ممكن يكون الشخص عاطفي بمشاعر وراثية؟ بالنسبة لهذا الموضوع هو مثل أي شيء آخر، الذكاء العاطفي
مثله مثل أي ذكاء آخر موجود عند الإنسان. كله يتأثر بعاملين بالتأكيد، عامل الوراثة وعامل البيئة والظروف البيئية اللي يعيشها. لكن إحنا كل ما هيأنا الفرص للطفل إنه يفهم مشاعر نفسه ويفهم مشاعر الآخرين، فرقوا بين هالنقطتين جدا مهمة. في فرق إنك تعرف مشاعر نفسك وإنك تفهم وتعرف مشاعر الآخرين. ليه؟ لأنه فهم مشاعر الآخرين والمقصود في نظرية العقل يساعدنا على ما يسمى بالتعاطف مع الآخرين. فهم مشاعر الآخرين يساعدني على أني أنا أقدر شعورهم، أتفهم إن كانوا يشعرون بحزن، أتفهم إن كانوا يتألمون، أتفهم إذا كانوا فخورين نجحوا فازوا بشيء معين. والتفهم هذا يساعد على التواصل الاجتماعي، عشان كذا مرتبطين ببعض. اللي عنده نقص في فهم مشاعر الآخرين يأثر الشيء هذا على التواصل مع الآخرين، على التواصل الاجتماعي، على المبادرات، على طرح المبادرات وإلى آخره. في سؤال هنا إنه إذا كان الطفل عنده احتياجات خاصة، كيف أساعد الطفل على فهم المشاعر؟ جدا مهم. اللي عنده نقص في المهارات الاجتماعية ممكن يكون كذا، حتى لو كانت قدراته العقلية طبيعية. ما فهمت التعليق، إنه عنده نقص في المهارات الاجتماعية. إذا كانت قدراته العقلية، نعم، في أحيانا أشخاص تكون قدراته الإدراكية يعني في الحدود الطبيعية خلينا نقول، لكن يصير عندهم أيضا نقص في الفهم العاطفي وبالتالي الفهم الاجتماعي. لاحظوا هم الاثنين مرتبطين في بعض. يعني كل ما أنا قدرت أساعد الطفل إنه يطلع ويفهم حقيقة مشاعره وساعدته إنه يعبر عنها. نيجي نبدأ عن مرحلة التعبير عن المشاعر، واللي أيضا مرتبطة بالإجابة على السؤال اللي انطرح قبل شوي، كيف أدرب الطفل؟ أي طفل سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي النمو الطبيعي، المفروض أني أنا أدرب الطفل أول شيء يفهم مشاعر نفسه. دائما إحنا نقول إحنا نكون قدوة، يعني النمذجة عندكم جدا مهمة. يعني أنت تنمذجين على نفسك أو على شيء ثاني. مثلا في حاجة جابت لك السعادة اذكريها. تدريب الطفل أو إعطاء الطفل إنه يسمع حصيلة كلمات مرتبطة بالمشاعر، الله أنا فرحان اليوم علشان مثلا بيجي فلان يزورني، ولا أنا اليوم مرة مبسوطة لأنك أنت أكلت كل الأكل الخاص فيك، ولا أنا كثير سعيدة فيك لأنك قدرت تطلع الدرج مثلا اليوم. من هو صغير حتى قبل ما يبدأ الكلام نبدأ ندخل حصيلة المفردات اللغوية الخاصة بالمشاعر، إني أنا أبدأ بنفسي أتكلم قدام الطفل عني أنا. بعدين نجي ننتقل لمشاعر الحزن. It's okay إني أنا أتكلم عن مشاعر الحزن، أنا اليوم زعلانة حصل لي كذا، أنا اليوم زعلانة زميلتي ما جت اليوم في الشغل، أنا خايفة عليها إن شاء الله تكون بخير، أنا اليوم متضايقة لكذا، أنا اليوم غضبانة لأني حاولت. يعني المهم إني أنا أعطي هالأمثلة. أتذكر كنت أدرب أطفالي على شيء من خلال عروسة، أخلي عروسة تمشي وتطيح، لما تطيح تعورها رجلها، وأقول أوش مسكينة طاحت عورتها رجولها أكيد هي تعبانة. وش مفروض نقول لها؟ أنا هنا وين انتقلت؟ انتقلت لي ربط المشاعر بالمواقف. هنا يبدأ يرتفع معدل الذكاء العاطفي، هنا أربط المشاعر بالمواقف. فأنا أبدأ بتعليم الطفل أول شيء أزود حصيلة المفردات اللغوية الخاصة بوصف المشاعر. يعني احنا احيانا في كلمات خاصة بالمشاعر احيانا نقول ما انا نفسي ماني قادرة اعبر عن شعوري، لان فعلا له علاقة ايضا باسلوب التربية. يعني المفروض ان احنا نكون قادرين نعبر عن شعورنا بكلمة، الكلمة هذه تصف هذا الشعور، فاساعد الطفل انه يتعلمها. الشيء الثاني ابدأ اربط ما بين المشاعر والمناسبات الاجتماعية. احنا رايحين عيد ميلاد محمد، ايش تعتقد محمد اليوم شعوره؟ فرحان؟ طيب ليش فرحان؟ اربط الشعور بالمواقف الاجتماعية، زين، بالمناسبات الاجتماعية.
بعدين نجي ننتقل لمعرفة مشاعر الآخرين. كيف نعرف مشاعر الآخرين؟ ألفت انتباهه تلفزيون، مقاطع فيديو، أعضاء الأسرة، حتى لو الطفل عنده نقص شديد زي مثلاً السبيشال نيدز اللي مرة شديد، سواء كان نقص انتباه أو توحد، ألفت انتباهه لتعابير الوجه، الحواجب الغضبانة، حركات الشفاه، العيون، وأربطها أقول هذا الشعور يعني كذا. أنا حاولت أني أبحث عن مجموعة من الصور خلوني أوريكم كيف نربط الشعور. طيب برجع لبعض الأسئلة بس مدام إنه الحديث مترابط، خليني بقول لكم كيف نقدر ندرب الطفل على ربط المشاعر بالمواقف. يعني مثلا هنا هذا التمرين، انه انت ممكن تجيبين موقف اجتماعي وتشيلين وجه الطفل، ممكن تحطين حتى عليه لصقة لو عندك صورة اي شيء. مثلا هذا الطفل معاه ماسك ايس كريم، واحط هنا مشاعر مختلفة، اقول له ايش تعتقد الطفل هذا ايش يحس فيه عشانه ماسك ايس كريم مثلا، وأساعد الطفل بالتلقين بالتشجيع إنه يختار الشعور الصح، أو يشيل بطاقة ممكن أقصقصها وأحطها. وفي كم هائل من التمارين اللي أنا أقدر أدرب الطفل إنه يربط ما بين الشعور والمناسبة أو الموقف الاجتماعي. يبدأ الطفل بالتعبير عن المشاعر من أول ما ينولد. يعني احنا يعني الطفل مجرد ما يشوف وجه امه يبتسم، والابتسامه المتبادله لما هو يبتسم انت تبتسمين، هذا الشيء كمان يساعده انه يعبر ويربط. يعني انت بتشوفين طفلك عنده القدره انه يستوعب او لا. يفترض الطفل يعني لما يكمل 5 سنوات خلاص قادر على التعبير عن مشاعره وعلى فهم مشاعر الاخرين، قراءه مشاعر الاخرين. لا تنسوا النقطه، شيء يساعدكم كمان في التدريب على المشاعر، استخدام البادي لانجوج، لغة الجسد، اليدين، الجسم، هذه كلها تساعدنا. ونلفت نظر الطفل نقول لا شفت مثلا أخوك يدينا كذا معناته أنه متضايق، معناته أنه متوتر أو غضبان، خلينا نعطيه فرصة ننتظر إلى ما يهدأ أو إلى آخره. يعني هذه تساعدنا. عندي هنا استفسار، طفلي لديه توحد متوسط وبدأ الآن بالكلام ودخل المدرسة، هل المهارات تتطور أم تقف عند حد معين؟ حقيقة المشاعر، إذا كنت تقصدين هي المشاعر، مشاعر تتطور، وخاصة في مرحلة المراهقة تبدأ تكون لها معنى أكثر، لأنه يعني يفترض الطفل كل ما يكبر، أي طفل كل ما يتطور، خصوصا إذا فيه اهتمام فيه، ما شاء الله دخلتوه في المدرسة وبدأ يتكلم. فابدأي بالتركيز على تعليم المشاعر، ما توقف أبدا، وكل ما يجي فرصة ومناسبة اجتماعية تلفتين نظر الطفل عن أي مشاعر معينة. وإذا خلصت من المشاعر البسيطة ادخلي على المشاعر المعقدة. طبعا هنا في سؤال، طفل عمره أو ولد عمره 16 سنة ما عنده أصحاب، يحب يجلس لوحده، ما يحب الناس. صراحة يعني هذا شيء مشترك جدا بين كل معظم، يعني حتى الطفل اللي عنده توحد وعنده أصدقاء، بس تلاقي نوع التواصل النوع الخاطئ يمكن بسبب عدم فهم مشاعر الآخرين. الكلمات اللي يقولونها، النكات تكون شوي صعبة ما يقدر يلحق عليها. التواصل الاجتماعي يحتاج تدريب، يعني وش تقول وكيف تبادر، لكن مهم أني أنا أدمج الاثنين مع بعض. أنا وجهة نظري الحقيقة أبدأ بتعليم المشاعر وبعدين أنتقل للتواصل الاجتماعي مع الآخرين. أعطيكم أفكار ثانية. طيب طبعا هذه فيها كثير أشياء، يعني حتى فيها يعني مثلا صورة طفل سيارته انكسرت، يا ترى وش تعتقد أي شعور؟ يعني هذه كلها بيسك مشاعر طبيعية، فرح،
حزن، غضب، خوف، هذه 4 مشاعر، يعني تسمى المشاعر البسيطة، ولو أنه أنا شوي الخوف أعتبره من المشاعر المعقدة، لكن يعني إحنا نعلم أطفالنا من خلال هذه التمارين، يعني حتى اللي الآن جالسين بالبيت عندهم جلسة تعليمية يدربون أطفالهم على أهداف معينة، دخلوا هذه في أهداف، ركزي على شغلتين، يعرف مشاعره هو نفسه. في شيء مثلا كانت واحدة من أمهات تقول يعني دائما أسأله وش تحس فيه ما يجاوبني، يعني أنت يا الشخص الكبير لو واحد يقول لك إيش تحس فيه أحيانا ما عندك القدرة، من خطأ إنك تقوله إيش تحس فيه، في أساليب أخرى يعني إنك تساعد الطفل إنه يفهم إنه الموقف المعين يسبب نوع معين من المشاعر، وإنه it's okay لو أنت شعرت بهالشيء هذا، حتى لو مثلا أنت تعتقدين الطفل خايف بس ما يبغى يعبر أو ما يقدر يعبر، عادي إنك أنت تنمذجي على نفسك، هو أنا خايفة هالمنظر يخوفني أو هالشيء هذا يخوفني، إنه it's okay إني أنا أشعر بهذا الشعور. نجي على التعاطف مع الآخر، الأمثلة اللي ذكرت لكم إياها مثلا مثل العروسة تطيح، تمرض، أحد في البيت أو إلى آخره، وتقولين وتدربين الطفل على شو الرد المناسب، هنا يجي دور التعاطف مع الآخرين، يعني تعليم المشاعر ما هو فقط خاص بالمشاعر، حتى إنه how to react أو كيف إني أنا إيش ردة الفعل المناسبة للموقف المناسب، وش اللي المفروض أقوله، عيد ميلاد إيش المفروض تقول، فاز إيش المفروض تقول، مناسبة حزينة، مريض إيش اللي المفروض تقوله، عزاء إيش اللي المفروض تقوله، كل هذه إحنا يعني إحنا ندربهم لما يكبرون شوي، بس ما نربط، أنا يعني المفروض أربط ما بين ردة الفعل والموقف الاجتماعي أو الشيء المناسب، علشان يكون في تفرقة ما بين الشعور المناسب والغير مناسب، ولو أخطأ كانت ردة الفعل غير مناسبة ما نوبخ الطفل، بالعكس هذا شعوره في ذلك الوقت it's okay، إلا إذا كان الطفل يضحك في مواقف غير مناسبة بسبب تأخر نمو الطفل، نبدأ بالتدريج ندربه، هنا اللي أقصد في التدريب ربط الشعور بالمناسب بالموقف المناسب. أفكار ثانية عندي هنا مجموعة صور، يعني ممكن تختارون مجموعة صور تكون يعني تكون شوي واضحة، مثلا هنا يعني فيها أكثر من سؤال، إيش تشوف في الصورة؟ كم عدد الأمهات؟ كم طفل؟ إيش في هذا؟ يبكي؟ ليش؟ إيش تعتقد؟ ليش يبكي؟ يمكن جوعان، يمكن يبغى يروح للعبة، يمكن يبغى أمه راحت، عادي الواحد لما يحس بهالشعور هذا أو لم يحصل كذا، إنه يعني هنا نبدأ نعطي حوار من خلال الشيء هذا، إنه في تعبير عن المشاعر، يعني في صور معينة مثلا زي كذا نلفت نظر الطفل، هل الشعور هذا تحديدا، أحيانا الأطفال ما يقرؤون مشاعر الغضب على وجوه أهاليهم، وبالتالي يسيئون من التصرف أو ممكن تكون سلوكيات معينة، فأنا زي كذا ألفت انتباه الطفل، شكل الحواجب وش معناته، هذه الحواجب غضبان، يعني حتى الكتاب اللي هنا ممكن نكبر الصورة هذه اللي هنا مثلا ونشرح كيف شكل الحواجب ونطابقها على اللي موجود هنا، وليش يعني دائما اسألي وش تعتقد، ليش هذا غضبان، ايش اللي حصل، واعطيه تلقين، ابدأي انت بالجملة لو الطفل مو بعارف او ما عنده فكرة معينة. مشاعر الحزن مثلا هنا الطفل لما تعطينه اكل وتسوي ويصير عنده ردة فعل، حتى طفلك لو اعطيتيه اكل عادي اعترفي انه هالشي هذا هو ما يعجبه، ما يعجبك، بس ممكن تشرحي له، يعني انا ما اتكلم عن تقنعين هالشيء صحي او لا، لكن لازم انه انا اعترف بكل شعور هو يشعر فيه. يعني من مجموعة بطاقات هذه كلها، أوكي، الطفل له مدة يسألني أنا ووالدته وأخته، تحبني بابا، تحبني ماما، يعني أنا أشوف إنه حلو للطفل يسأل، بالعكس إنه وصل هالمرحلة هذه إنه يوجه هالأسئلة، معناته هو اعترف بهالشعور هذا، يفهم يعني إيش،
بإمكانكم بالعكس تردون تشجعونا، الشعور جميل، أكيد إحنا نحبك، نحبك لأننا نهتم فيك، نحبك يعني أنت طفلنا، أنت ولدنا، إحنا مع بعض، نساعد بعض إذا تحتاج يعني. وأهم شيء إني أنا ما أربط طبعا ما بين الحب والإنجاز، يعني أنت شاطر يعني أحبك، إذا أنت مو شاطر أنا ما أحبك، ما أربط ما بينها. أبغى أنتقل لموضوع أخير، وهو التعاطف مع الآخرين. لو نجي نشوف مرحلة الشباب والمراهقة تحديدا، فهم المشاعر كل ما زاد معدل فهم المشاعر، كل ما صار المراهق متصالح مع نفسه، متصالح مع ذاته، فاهم طبيعة المشاعر اللي عنده بسبب سن المراهقة، أي مشاعر، غضب، عناد، كره شديد لشخص معين، لفريق معين، إلى آخر. لكن لما أنا أدربه وهو صغير إنه يشعر بمشاعر الآخرين ويتعاطف معهم، في دراسات كثير وحقيقة مؤخرا بسبب اللي حاصل في الأحداث اللي لها علاقة بالعنصرية، يعني إنه هالشيء هذا، ارتفاع النضج العاطفي والفهم العاطفي، يساعدنا على التسامح مع الآخرين. وفي كثير فعلا دراسات أثبت إن الأطفال اللي عندهم ذكاء عاطفي يكون عندهم تسامح أكثر مع الآخرين، قبول الآخرين، قبول المختلفين عنهم، سواء كان مختلف عنه بالقدرات، القدرات الجسدية، مختلف عنه بالشكل، مختلف عنه باللون، بالثقافة، بالعادات والتقاليد، ويصير فيه تقبل. فيعني إحنا ما إحنا قاعدين ننشئ جيل، تعليم المشاعر بهذه المرحلة العمرية يساعد على استمرار الذكاء العاطفي. تقريبا هذه أهم المواضيع، كيف يعني كيف ندرب الطفل، نقطة جدا مهمة اللي أنا حبيت أوصله، إنه دخلوا عنصر تدريب الطفل على فهم مشاعر ذاته، على التقليد، على النمذجة، وأيضا فهم مشاعر الآخرين. ابدأوا بالمقربين اللي عندكم بالبيت، ابدأوا من خلال الصور. أنا أشوف كان في عندي شريط فيديو، ما هو حوالي الآن، لكن يعني في تطبيقات أونلاين بال what's it called، يعني أبليكيشنز معينة تساعد الطفل على إنه يتمرن على فهم المشاعر. يعني ما أتذكر إيش اسم التطبيق، بس في تطبيق قطار وقدامه وجه مثل توماس ذا تانك انجن، بس انها موضحة اكثر، ويصير فيه قصة وبعدين تحصل مشاعر معينة والشخص يتكلم عن هالشعور، لازم الطفل يضغط وتصير فيها اصوات تقول له والله هذا الشيء صح او الشيء هذا خطأ. ترموستات المشاعر، ذكرت ترموستات المشاعر هو اللي كنت انا احاول ابحث عنه. يعني الطفل اللي ما عنده القدرة انه يعبر، في درجات المشاعر، درجات، لا تنسون، في مبسوط، مبسوط مرة، أو عادي، أو حزين، متضايق جدا، في درجات، يعني لكل شعور معين في درجات. فمهم إن إحنا نخلي الطفل ما يبالغ، يعني في عمر أطفال، في أطفال حتى يعني فهموا إذا دربتيهم إياه بشكل آلي، لأنه إحنا نتكلم عن أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن يبالغ بردة الفعل، تكون نبرة الصوت مرة قوية، أو ردة الفعل أقل من المطلوب، فأنت تعطينا مثل temperature، مثلا فرحان درجاتها، اليوم شعورك مثلا، أو أنت حسيت طفلك عنده شعور معين متضايق وغضب، بدل ما يكسر ولا يخرب، أعطيه هذا، خليه يعبر، يعطيه فرصة، خصوصا الأطفال الغير ناطقين ما يقدرون يتكلمون، أعطيه بديل إنه يعبر عن شعوره في هذا الوقت. أعطيه ترموستات يصير فيه كذا خط مستقيم مثلا، وفوق جدا سعيد وتحت عادي، بعدين واحد ثاني حق الغضب، أو نفسهم تحطين هنا عادي والابتسامة تكبر تكبر، وبعدين تحت حزن، وإلى ما يوصل إلى اكتئاب ولا غضب، على حسب اللي أنت تبغينه، يعني المشاعر اللي تبغينها في هالوقت. وشفتيه متضايق، قبل ما يبدأ يتصرف بسلوك معين، جيبي له وخليه يأشر على السلوك اللي عفوا على الشعور اللي يحس فيه. محمد إيش تحس فيه؟ أي واحد زعلان، زعلان كذا ولا زعلان كذا؟
زين، ممكن بعدين تعطينا شيء ثاني له علاقة بالبدائل أو الحلول، يعني بطاقات مصورة، شيء هو يبغاه أو شيء هو يحله. في الرسومات الكرتونية اللي فيها بابل مفتوحة، يعني مثلا خلونا نطلع لكم شيء، ممكن تعطينا صورة عادية زين وقصة تحكينها وتقول ارسم هنا أو اكتب ايش الشخص هذا يحس في ايش زين. وهذا نفس الشيء، انت بهالشكل ساعدتي انه يعبر عن مشاعر هذول الشخصين وانهم مرتبطة بقصة معينة، وصار في كوميونيكيشن، صار في تواصل. فهمتي ان هالنوع، انه هالشيء هذا، هاللانجوج هذه مهمة ان الناس يتواصلون، لغة مهمة انهم يتواصلون مع بعض، لغة المشاعر. اي والله صحيح. رسالة للأمهات اللي ما يحبون يحتضنون أولادهم، سواء كانوا كبار أو صغار. ترجع لنفس الفقرة اللي ذكرتها في البداية، إنه إحنا في ثقافتنا ما نساعد الطفل إنه يعبر، ونمنعه من التعبير عن مشاعر معينة، ونحجم هذه المشاعر. لا، ليش يعني تحزنون، أو ليش تتضايقون، أو ليش تغضبون؟ أيضا أنت عبري عن مشاعر الحب لهم، اتجاههم، سواء كانوا بنات أو أولاد. يعني المشاعر جدا مهمة من الطفولة، يصير فيه تربية، لمس، احتضان، تقبيل. هالأشياء هذه جدا مهمة وما تتوقف، ما نقول والله كبروا وخلاص، لا بالعكس يحتاجونه. هذا الإشباع يعطي ثقة أكثر. الطفل لما يكبر يصير شاب مراهق ولا شابة مراهقة، يعني هالجانب هذا مشبع عندهم، لن يبحثوا عن وسائل أو طرق أخرى لإشباع هذه الجوانب. وأيضا في نفس الوقت زي ما ذكرت لكم، يساعد على تطور التواصل الاجتماعي، علاقتهم مع الآخرين تصير ناجحة، ما فيها استغلال، ما فيها صد من الآخرين أو أنهم يتضايقون، لأنه يعني خلاص يعني كون هالذكاء اللي موجود عنده، وقدر يفهم أنه إيش الوقت الصح أني أنا أجي. يعني كان في أتذكر أحد الأمهات تشرح لي عن طفلها أنه وقت الفسحة يحاول يجي يدخل في مجموعة عشان يلعب معهم ويصدونه. سوينا ملاحظة وقت، يعني كل فريق اوريدي تشكل كرة، يلعبون كرة، ويجي هو يدخل بهالطريقة هذه، عرف يتضايقون وما يفهم مشاعرهم. فلما ركزنا أكثر ودربناه أكثر على فهم مشاعر الآخرين وقراءة ملامح الوجه والجسد، ودربناه على متى تبدأ بالمبادرة، إيش الوقت المناسب اللي تبادر فيه بالرد، بالكلام، بالتحية، بالدخول وسط مجموعة للعب معهم. وهذه الأمور ساعدت الطفل إنه يتطور أكثر، وصار عنده مجموعة من الأصدقاء. طبعا المشوار يعني طويل وما ينتهي، يعني حتى لما يكبرون يطلعون برا البيت، هالمواضيع هذه المفروض دائما نستمر إحنا في تعليمهم فيها. يعني حتى الواجبات الاجتماعية لها علاقة بالآخرين، المفروض لما يحصل لفلان كذا احنا نعمل كذا، لان هالشيء هذا يسعدهم. لو انت كنت في نفس المكان، يعني ما نوقف في التعليم. افتح المجال اكثر الان للاسئلة، اذا في احد عنده سؤال او اي استفسار. فلخص كلامنا اليوم، احنا قلنا المشاعر عبارة عن طاقة. حقيقة هم في تعريف هنا جدا جميل، خلوني سكرول اب اشوف. المشاعر هي احساس وشعور داخلي يصدر عن سلوك خارجي ملاحظ من الاخرين. واذا قلنا يعني هي مفروض هذه المشاعر هذه ان الانسان يعيشها وتساعده على التكيف مع نفسه، وعلى ايضا التكيف مع الاخرين. متى أظهر هذه المشاعر يعتمد على المواقف الاجتماعية، فبالتالي ما في شيء اسمه مشاعر خاطئة أو مشاعر يعني صحيحة، في شيء اسمه مناسب للموقف أو لا. مهم جدا إني أنا أدرب الأطفال على معرفة مشاعر أنفسهم، قراءة شعورهم في ذلك الوقت وربطه بالموقف الاجتماعي. أيضا مهم إني أنا أساعدهم على التعرف على مشاعر الآخرين، قراءة تعابير الوجه ولغة الجسد، وربطها بالمواقف والمناسبات الاجتماعية أو العادات والتقاليد وإلى آخره. أيضا مهم جدا إني أنا بعد ما أعرفه على قراءة مشاعر الآخرين
والتعرف على إحساساتهم، إنه أدرب على ما هو التصرف الصح، ردة الفعل المناسبة لكل شيء خاص فيهم. قلنا أهمية المشاعر، إذا الطفل تعلمها يخفف من التوتر، يخفف من الضغط، يساعد على تطور التواصل الاجتماعي، أيضا يساعد على الشعور بالثقة بالنفس، يساعد على التصالح مع الآخرين وتقبل الآخرين. قلنا إنه هو صح شيء غريزي، لكن ندرب الأطفال اللي عندهم تأخر، الأطفال اللي عندهم تأخر في الفهم العاطفي، في فهم مشاعر الآخرين أو فهم مشاعر أنفسهم، العكس، هذول أركز عليهم أكثر، أعطيهم تمرينات، تدريبات، جلسات معينة، بس أحاول بقدر الإمكان أخلي التدريب في البيئة الطبيعية بقدر الإمكان. كيفية التعامل مع التكرار الكثير لنفس السؤال من الطفل بخصوص شيء معين رغم الإجابة على السؤال؟ عادي، كرر الجواب، لكن ممكن تعطينه أجوبة معينة، أو يمكن الطفل ما هو هذا السؤال اللي يقصده، يقصد شيء ثاني. ممكن تساعدين الطفل إنه يعبر بطرق أخرى، يعني إما إنه أثناء اللعب يتكلم، الأسبوع اللي راح تكلمت عن اللعب، وإنه أثناء اللعب أحيانا في فرصة، خصوصا اللعب اللي فيه بناء، في فرصة إنك أنت تتعرفين على مشاعر الطفل أكثر. فأثناء اللعب ممكن تسألينه، يطلبين منه يرسم، وفي فترات معينة عادي الأطفال اللي يكررون السؤال. يعني إذا الطفل عنده احتياجات خاصة، كيف أساعد يفهم مشاعر؟ إحنا هذه تكلمنا عنها، قلنا عن بعض الأنشطة، الصور، البطاقات، بس أهم شيء إن أنت تنتقلين من البسيط إلى الصعب. البسيط إيش؟ تعلمين المشاعر البسيطة، فرح، حزن، غضب وخوف، بعدين تنتقلين للمشاعر المعقدة. خلصنا، نجي الحين نربط ما بين المشاعر والمواقف المعينة. طفل آيس كريم حقه طاح، ترى يحس بإيش؟ سيارته انكسرت، ترى يحس بإيش؟ بالونته انفقعت، ترى يحس بإيش؟ طفل يركض وفاز في شيء معين، يعني تربطينها بالمواقف الاجتماعية. بعد كذا تدربينه على ردود الأفعال المناسبة. إذا ما في أسئلة، أختم حواري اليوم. الكلام كان الحقيقة، يعني مشاركاتكم أثرت كثير الموضوع، إذا تكلمت عنه كثير باختصار. إذا تحبون تتعمقون أكثر وتفهمونه، اطلعوا على نظرية العقل. نظرية العقل طبعا لها عدة تفسيرات، لكن هي المقصود فيها أنه الذكاء في النظرية هذه تعتمد على معرفة أنه للآخرين مشاعر مختلفة، intentions معينة مختلفة، ردود أفعال معينة مختلفة وغيرها. أم دميعة احتضنيها وعادي، ممكن تعبرين معاها، تطلع منك دمعة، ولكن في نفس الوقت مهم إن إحنا يعني ما نطول في الشعور من الحزن. يعني الحقيقة تتفاوت القدرات على التعبير، يعني في أشخاص يقولون حتى وهم كبار في مواقف معينة ما يقدرون يمسكون أنفسهم. أتذكر واحدة كانت تقول لي إني لما أكون في اجتماع وأكون مرة متحمسة، نقول الحماس، ممكن أبكي. جدا صعب الحقيقة هذه المواقف. أعتقد الشيء اللي يساعد الإنسان يعبر باستمرار، يعني أنت تعبر قبل ما تكون في موقف معين فيه، يعني موقف انتنس، يعني عبر عنها قبل عشان لما يحصل هذا الموقف ما تضطر إنك تضعف وتظهر بصورة غير لائقة، خصوصا إذا كانت البيئة المحيطة فيك يعني غير لائقة. لكن لو كانت المحيطة اللي فيك قريبة منك، يعني أنا ما أشوف فيها شيء إن الإنسان يعبر عن مشاعره بهذه الطريقة، ولا أعتبرها ضعف في الشخصية. التعبير عن المشاعر، التعاطف والحزن أو البكاء وإلى آخره، ما هو دليل، بالعكس دليل على القناعة إنه أنا عندي هالشعور وأبعبره، and then I move on، ما استمر، لاني انا لما اعبر اقدر انتقل للمرحله اللي بعدها. اللي عندها هنا كمان، في طفلي او ابنتي عندها اعاقه حركيه، عمرها 9 سنوات، لديها اندفاعيه في المواقف والكلام،
ولا تنتبه لمشاعر الآخرين. أنا أعتقد جدا مهم إنك تدربينها كجلسات تعليمية مباشرة عن فهم مشاعر الآخرين، تكافئينها لو في حالة إنه حصل يوم معين وما صارت فيه هذه الاندفاعية، ولو لمدة دقائق أو ثواني، يصير فيه تعزيز وتذكرين لها ليش عززتيها، يعني توضحي لها إنه هالتعزيز لأنها ما عملت كذا. أوكي، أنا أعتقد إني مريت على الأسئلة اللي فوق. الصغير هو مرايا عاكسة لما يحصل في البيت، فعلا عشان كذا قلنا النمذجة مهمة، خصوصا الأطفال الصغار، إن إحنا نتكلم ونشرح لهم إحنا وش قاعدين نحس فيه الحين، نقول لهم أنا أحس بكذا وكذا. طيب، شكرا جزيلا لاستماعكم، وأشكر مرة أخرى جمعية إشراق على إتاحة الفرصة لي إني أكون معكم الليلة ونتكلم عن المشاعر، إن شاء الله يا رب دائما مشاعركم ومشاعر أحبابكم تكون إيجابية وسعيدة وكلها يعني فرح ورضا، وما يكون فيها أي ألم بأي نوع من الأنواع. ودمتم بخير، وتمسوا على خير، مع السلامة.